رجالنا الأصول الذين ستستسوسيس ستستسوسيس سوسيس انت جوعت تاني ولا ايه؟ قد ما ايه؟ ستستعيدون مد ستستعيدون مد أمتنا وجوه عليا فتحة مطوى ورفعة سافوريا كده وربنا هتكيفك قوي. بقول لك ايه، دول مش أي سبايا، دول سبايا الخير. يونس أنا كل غرض إن التنظيم ده يبقى من أكبر التنظيمات الإرهابية اللي في العالم، والفروع بتاعته تنتشر وتبقى أكتر من فروع وادي دجلة. مش أنتوا اللي كنتوا معايا امبارح في الحفلة بتاعت الخبوط؟ قفلتيه يا مخبل، إحنا في تنظيم داعش. برافو. الله يخرب بيتك. خد فكر أنت حضرتك، أنا ماليش دعوة. تعال تعال بص. يا مخبل. الله يخرب بيتك يا أيمن. حيوان لو ضفنا له حرف الره بقى دولة. فنزويلا؟ مش عرفني فين. طب يا امير بس بركاتك. بركات ايه حسبي؟ بلا بركات بلا مؤمن زكريا. يبقى اخطف لنا محمد صلاح يا ابو سامي. ما اخطفلكش النني كمان معاه؟ النني هيجنني. وادي دعدوش بقى حركه من حركاته، بيقف على الكوره. نبيد ونسرق ولا هنبيض ونسلق؟ نبيد ونقل يا اخواتي في الله، الكثيرين منكم اليوم سيخرجون في عملية جهادية للمرة الأولى، فهم كفرة يحاربون دين الله. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ايه يا ولية كفرة؟ يخرب بيتك حمار ومسحوا لك مخك. معنى حلم الارهاب اصبح حقيقة. ان شاء الله فرع التنظيم بتاعنا هيبقى نمرة واحد على التنظيمات كلها. اعمل صباعك كده اهو. ثقة في الله نجاح. ثقة في الله نجاح.